السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة على قناة مريم شانيل. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله جيت نقترح عليكم غاليط بالعسل وبنكهة طبيعية اللي كتعطي واحد المذاق راقي ورائع بزاف بزاف. والمهم انك يوجد في ظرف ساعة ممكن تحضري الغاليط تعجني وتوجدي في ساعة واحدة، وكيصلح لينا نعطيه لوليداتنا احسن ما نعطيهم لي بسكوي الجاهز. قبل ما ندوزو نشوفو المكونات، كنتمنى اللي ما مشاركش القناه يشارك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. نمشيو دابا نشوفو المكونات. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، عندنا جوج بيضات بحراره المطبخ، عندنا 350 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا كاس الا ربع من الزيت، نصف كاس من السكر الخشن، وعندنا شاسي ديال الخميره، عندي معلقه ونصف ديال العسل، عندي معلقه كبيره ديال النافع، وعندي معلقه ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو غادي نحتاجو غير الدهن، اللي ما بغاش يستعملو يقدر يستعمل نسكافيه. ندوزو دابا لطريقة التحضير. غادي ناخد البول ديالي، غادي ناخد البيض، غادي نضيف له السكر الخشن نصف كاس، وغادي ناخد الطراب اليدوي، غادي نستعمل غير الفوي بيدي، غادي نبقى نطرب حتى تذوب ليا ديك السنيده. نبقاو نطربو حتى نتاكدو بان السنيده ديالنا دابش. ودابا غادي نضيف الزيت، ونعاود نطرب حتى يتجانس ليا الزيت مع البيض والسكر. نخلطو مزيان حتى يتجانسو العناصر. غادي نضيف العسل، وغادي نضيف معلقه ديال النافع. بالنسبه للنافع انا
كيجيني زوين بزاف، كيعطي واحد المذاق اللي رائع. بالنسبه لي ما عندوش اولا من كيبغيش النكهه ديال النافع، ممكن يدير الفاني كيف ما ممكن يدير قشور ديال الليمون او قشور ديال الحامض. انا كيعجبني النافع صراحه، كيعطي واحد المذاق زوين. غادي نضيف دابا شاصي ديال الخميره، هذاك العسل كيخليها تجي معلكه، يعني الكاليت كيجي معلك وكيعطي واحد المذاق ديال المادلين. غي جربوها ونفس الطريقه اللي خدمتها وغادي تنجح معكم ان شاء الله. ودابا غادي نضيفو الدقيق، غادي نضيفوه بالتدريج. غادي نحيد الفوي ونكمل بيدي، كنخلي كنضيف الدقيق غير حتى يبقى شي تلصق في اليد، وعاد نبدا نخدم بيدي. هانتوما البنات، دخلت داك الدقيق الكميه اللي عندي. العجين كيف ما كتشوفوا، العجين كيبقى عندي، كتبقى عندي رطبه وكتلتصق في اليد. كنستعين شويه بالزيت باش ما تلصقش ليا العجين في يدي، وكنشكلها بهذا الشكل. الحجم ديال الكرات كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، انا كنديرو بهذا الشكل حيت غادي يزيد يتنتفخ وغادي يكبر الحجم ديالو. انتم كيف ما كتشوفوا راه كتلصق العجين في اليد. هكا باش كتجي مزيانه وكتجي معلكه، خصناش نقصحوا العجين. والحجم كيف ما قلت لكم نتوما اللي كتحكموا فيه. غادي نكمل العجين ونرجع معكم. بعد ما كملت العجين اللي عندي وشكلته كامل، درتو في الطاوة بعد ما درت الورق السيرفيليزي. ودابا غادي ناخذ البيضة، غادي نضيف ليها الكاكاو. بالنسبة اللي ما عندوش متوفرش عنده الكاكاو او اللي كيبغي نسكافيه، ممكن يدير القهوة سريعة الذوبان. غادي نخلط الكاكاو مع البيض مزيان حتى ينسجمو. تعطي واحد اللون اللي زوين بزاف، كيجينا مذهب. هانتوما قلت لكم اللي بغا
نسكافيه، ممكن نستعمل نسكافيه. ايوا الكاكاو يعني حسب الرغبة ديالكم وحسب المتوفر عندكم. غادي نحاول نبسط الكرات غير شوية غير بأطراف الأصابع، حيت مازال غادي تنفخو. وغادي نجيب بانسو وغادي ندهنهم من الفوق. بعد ما دهنت الكرات كاملين غادي ناخذ فرشه وغادي نشكل بها واحد الخطوط كيف ما كتشوفوا. هذه التزيين بعد ما شكلت الكرات كاملين غادي ندخلهم الفران اللي غادي يكون شاعل على عافيه مهيله. غادي نخليهم يطيبوا الفوق وغادي نهبطهم لتحت غير ياخذوا اللون الذهبي. وهذا هو الكاليت اللي حضرت معكم بعد ما خرجته من الفران، كيجينا بهذا الشكل، كيجي رائع، عنده واحد اللون ذهبي ومحمر، كيجي حتى في المذاق راه كيجي زوين بزاف. غير جربوه وما غاديش تندموا عليه، سهل وسريع في التحضير. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي لايك وتخليو لي التعليق ديالكم وتبارطاجيو مع الاخوان ومع الاصحاب لتعم الفائده. غادي نقول لكم الى اللقاء الى الوصفه القادمه.